ازيكم يا ولاد؟ النهارده هوريكم ازاي تعملوا طمطم. اول حاجه محتاجين ندور على بطرون ارنب. لاحظت ان طمطم دي ليها انحناء كده من ناحيه بقها. جبت البطرون ده ورسمته على سفنج ولزقت الاجزاء بمسدس الشمع. ازاي بقى بخيط قماشتين مع بعض؟ باخد غرزه وبرجع بالغرزه لورا، دي الخياطه اليدويه بتاع القماش. تاني غرزه بستخدمها بعمل سراجه عشان اقفل الخرم. بستخدم قماش مطاطي شويه عشان اقدر اشده على السفنج. عشان الودن تفضل واقفه محتاجه علبه بلاستيك واقص شكل الودن واحشيها بدل القطن الفايبر ده في القماشة على شكل الودن، وبخيط غرزة من يمين وغرزة من الشمال عشان أقفل النهايات بتاعت أي جزء من أجزاء العروسة. الجسم بقى ممكن نعمله قماش عادي ونحشيه فايبر، بس أنا عملته بعلبة بلاستيك وخدت مقاس الجسم وخيطته عليه. رسمت العين على العلبة البلاستيك ولونتها بألوان أكريليك. الشعر بقى بجيب فتلة طويلة وبعمل فتل صغيرة، بقعدهم في الفتلة الطويلة وبصرحه بالمشط وبخيط داير ما يدور راسها. ده بطرون الإيد بحشيه فايبر برضو، والرجل والجزمة. الأجزاء دي بلسقها بمسدس الشمع، والهدوم بقى انتي وذوقك. يعني ايه رأيكوا فيها بقى؟ سلام.